ازاي يا كريم؟ صباح الخير يا صفعيم. صباح الفل يا تتح. صباحك دادي باذن الله. الله يخليك. ودي كرتونتك يا تتح، كل جرنان في العنوان. تمام تمام. تروح توزعهم في منطقه ايه؟ المهندسين. المهندسين ايوه. عارفها ولا لا؟ عارفها. انت هتعرفني على زبوني؟ مهندسين، مهندس مهندس، عارفها. تمام يا تتح، وانا واثق فيك. فكر على الثقه العظيمه دي. ده المفتاح. مفتاح ايه؟ المهندسين. ده مفتاح المكنه يا حمار، تستاهلها والله يا تتح. ربنا يسترها معاك. طب فين بقى كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ حاضر يا تتح. اظرفني بقى. ادي كتاب الطبيخ اهو. حاسب لي الدلدع منك. يلا تتح. يا ابو غلاسه امك. نواب طيب قوي على نياتي، بيع جرايد وكل يوم ماتي، في ناس بتاكل كوكو وناس يا عيني بتكاكي. يا بني ادم، 900 تليفون جايين لي من الصبح، كل الزبائن بتشتكي. منطقه المهندسين كلها ما راحت لهاش جرايد. مهندسين؟ امسك. ايه دي؟ كرتونه الجرايد تسرح بيها على كعوب ام رجليك. حاضر. انت مش وش نعمه. وانت يعني اللي مكتوب على وثك التبعي؟ ام وثك شبه مطار القاهره، صاله واحد. لا عمنا، انا اللي علقته. حاضر يا باشا. خدمك منه اخينا، الدور عندي انا. ازاي يعني يا ريس؟ يا ام احمد بتحمل ولا ايه؟ طب خلاص طلاق بقى علي، ما هو راكب مع حد غيري. يا جدعان بقى خلصوا بقى، تاخروا اتعصب عليكم وعصبيتي مش كويسه. انت تخرس خالص وما تفتحش بقك. فتحت بقي ليه ولا حاسس مصر بزيته؟ اخرس ما تهرباش يا تحسن، انا رسولك تحت العجل على الطلاق. طب استنى يا ريس، ورط يا ريس، ازاي يا ريس؟ اهرته. انت بتمد ايدك على ريس والاهرته. مسكر. انا هو كل يوم يا استاذ مسكر. اعمل لك ايه؟ انت اللي ظابط نفسك على الجردل. وبعدين ايه الريحه الوسخه دي؟ دي ميه طبيخ. طبيخ؟ انت ايه؟ طبخه رجلين جوزك النهارده؟
ازاي يا معلم تسيب صبايك ياخد العيش بتاعك؟ ينفع كده؟ اه ينفع. الغنم جعان. تاكل الغنم العيش بتاعي؟ يا تخلي عندك شويه رحمه دي ارواح. لو ارواح تبعي يعني اهم ارواح في المنطقه. طب لو سمحت يا معلم خليه يجيب عيش بدل الراح. مش هيحصل. يعني ايه يا عم يا فتوانة؟ اخلص يا جليل الرجالي. انت بتضربني؟ اري انا ضربت يا خالد. مين اللي ضربك يا؟ انا ضربت خلاص. انت ضربت في الحاره والخزان يا خالد. ما حدش ياخد لنا حقنا في الحته دي. مين دلوقتي يا فتوانة المنطقه دي ضرب هذه اختي؟ هو المعلم حصل. وفيها ايه؟ وفيها ايه؟ الله وفيها ايه افضل ما يمد ايده عليك؟ فيها ايه اخوك الكبير وضربك؟ وبعدين احنا متعودين ان اخواتنا الكبار بيضربونا. والكبار هيفضلوا طول عمرهم كبار واحنا بنتضرب. يبقى نتضرب من غير غاغه بقى. ها؟ نتضرب بقى من سكات بقى ومن غير غاغه. انت قلت لي عليا يا خالي. اخرس يا جاز لما تطلع فوق تحت. بقولها لك بقولها لك من غير خيسة. اسفين قوي يا معلم حصوه واعلى ما في خيلك اركبه. انت وسخه ومدير غير بالدراع وراجل جلابيه قاعد على الكرسي وعامل لي فيها معلم. ايوه يا حبيبي وحشتيني. ايه يا فله ما خلاص بقى. ولا طالع ولا نازل وقفان. انت زي لقمه في الحوض. تعالى جوه. طب يا بنت اهدي بقى اهدي شويه بقى اهدي. اي جوه ليه؟ هنا المطرح هتنطر. تعالى اقول لك. تعالى جوه يا بنت. خش بس هقول لك. دي مجنونه. اه ده مش حب ده. هقول لك. اوعي. تعالى اهدي اهدي. الله الله الله. ايه ده ايه ده؟ ايه الصوره دي؟ ده ابويا وامي. والله وده وانت وانت صغيره ولا ايه؟ يا بنتي بقك مستفز. انت كلك مستفز. انا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته. يا بلدي يا يا واد انت ما فيش مثال. دي دراسه طلوع الروح دي ولا ايه؟ يا بنت ابوك هيوديني في ده. ده لسه متخانق معاه تحت. ابويا ظالمني يا تتا وحرمني من حلم حياتي اني اكون رقاصة. وانت اللي هتنجزني تفتح. ليه وانت هتنتحري؟ لا امال ايه؟ هتتجوزني وتشغلني رقاصة. رقاصة؟ اه هنكسب دهب يا تتا. ايه اللي هنكسب دهب؟ وهي دي فيها كلام ساعتك. طبعا هنكسب دهب. ده احنا مش بعيد نكسب الجمعية التأسيسية ونقبلها الاول كمان. غوري يلا يلا غوري. بس حلو كده سر. انت بس لو تبطلي بس تتفرجي على افلام الفنانه ناديه جندي حياتك هتبقى مستقره. وانا عايزه استقر معاكي. يا بنت بتعيط. غوري بقى يا بنت. غوري بقى يا بنت. كده بالصالون يا بنت اللذينه. تعالى يا بنت. ايه بقى؟ بس مش عايزه تخطي. طب وحياة امي لو اوريك يا تتا. اوه يا بنت حصل. يا بنت ضربني ياما ضربني بجد. يا بنت يبقى حبك يا منكوسه. يعني اطمن ياما. اجري يا بنت شوفي لنا محطه رقص كده نهيص شويه. توحشني قوي يا مستر. والله عدتكم انشبع منها. احنا مش بنشبع منك يا بروف. هنستنى الميعاد اللي جاي على نار يا مستر ان شاء الله. نار اسمه خلاص. هنا بيض على راسي. ازيك يا تتا؟ كويس. انت عامل ايه؟ بوم. ما طبعا لازم تبقى بوم. وايه اللي مقطع هدومك بالشكل ده؟ يا بس كنت بتفرج على فيلم الكرنك. جبت لي كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ مستنيه انت. صح؟ اهو كيفيه الحس وفي الاسنجان. غاوي حس وانت. ربنا يهدي العاصم يا رب. بتنجان اسود برضو. اه ياني. سلامتك يا قلبي. هادي هادي. ما خلاص بقى هادي.
هو انا مش خلاص جبت لك حقك قدام الناس بقى بالحاره تحت الحاره الوسخه دي؟ وبعدين انا كنت كمان عمال اضربك برضك، عمال اميز لك كده عشان يبقى كله في المنص ويبقى انت كده خلاص فاهم الحكايه، مش هو ده المفروض اللي فاهم ايه بقى؟ انت بتضربني بجد؟ ايه هز؟ انا بكلمك بص لي هنا، بص لي هنا لما اكلمك. ايه كبرت خلاص؟ ظهورك بقى وسع كده؟ حنجركتك بقت عريضه خلاص بلغت؟ كان لازم بطاطي، كان لازم بطاطي هذا عشان خاطر الريح تعدي، وكل هذا من اجل خوف عليك. خوف ايه؟ خوف ايه يا خالد؟ انا اصحابي قطعوك يا حسوه ده ولا حاجه. يا انت ما بتحسش؟ عمال اظهر لك في جسمي وعمال اقول لك يا هادي وبتاع، وانت برضه كمان ما بتحسش خالص. يعني يا خالي الواحد يسكت عن حقه ويسيب الظالم يبرطع؟ ألذ حاجة، ألذ حاجة إن أنت تكون نايم وواكل على قفاك و24 قراط وزي الفل. طب عايز إيه تاني؟ نايم متظبط نفسيا محطب وزي الفل، في إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ وبعدين هي كلها 60 70 سنة اللي هنعيدهم في الدنيا، أوعى تكون حاطط فكر في دماغك إن أنت خلاص مخلد موجود كده على طول زي مصاصة دماء. يا هادي إحنا هنضيف على الدنيا خلاص. ويا بخت منظره وخف. والله يا خالي مش عارف اقول لك ايه. ايوه كده ارجع لاصلك. ارد. تعالى خد موتك كده. تعالى خد مكانك يا وسخ. تعالى. تعالى خلاص كده ده احنا خلاص لما نقدر خلاص طيب انت هتتحرش بيا خلاص. خدك سجيل برضك تعالى. ايوه حاضر، ايوه حاضر، ايوه حاضر جاي حاضر. يا رب عدي 60 70 سنه دول على خير. ايوه ايوه حاضر جاي اهو، حاضر حاضر خلاص خلاص. انا جاي في الحته دي خلاص، انا جاي في اهو خلاص خلاص. اتفضلوا يا ست سمانه. خش يا بنتي يا فوق لو معاكي النقاش. ادخل يا استا فرشه. حاضر يا معلم. الله، هما فتحوا شارع جديد من شقتي ولا ايه؟ بصي بقى ياما، انا عايزه الركنه دي وصدقي مسخسخ. حلوه. والصاله بقى ياما عايزاها بوبوق مزعرم. ايه بوبوق مزعرم دي؟ بوبوق مزعرم. بس ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح؟ والسقف بقى ياما ماله؟ عايزاك رميت مسلح اصل معلم قرني اكبر تاجر جديان اللي هيتجوزني ما عجبتوش غير الشقه دي. قرني قبل ما يجوزك؟ اه. طب انا هستفيد ايه لما تقعدوا معايا هنا في قلب السقه وتتجوزوا؟ هاخد روز اكس. اسمع بس بلاش لماطه، تعالى. ما هو ده كان كده وضع مؤقت لغايه ما نجهز لها شقتها، وبعدين هسكت من عليك الست شهور المتاخرين. بجد؟ اه. لا وايه، وهسلمك الشقه مدهونه ومتروقه. لا وايه تتح، خد التقيله. ايه هتسخ فوسي؟ لا يا راجل. امال ايه؟ انت ليك عندي كيلو لحمه ضاني كل اسبوع عشان تبر بيهم نفسك. بجد بالمصر؟ اه والله. لحمه ضاني ضاني؟ اه. خد امدي بقى امدي. لا طب اديني فرصه افكر، انا موافق. هات. اه. لحمه ضاني 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 تفتح عشان الدنيا تفتح. يلا تفتح خلصني. ضاني صح؟ ضاني انا عارف طعم الضاني. كمان هنا تفتح. ايوه اهو خد الفضل. واحدة ليا. اه. واحدة ليك بس بعد ما اسجلهم في الشهر الوكالي. ها يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعة كده مين اللي بيقول كده؟ الحتة كلها تتكلم عليك بتقول ان انت اوسخ راجل وازمل واحد في المنطقة. انت عمال تلوك معاه في ايه؟ خلصت ولا لسه؟ اه لا ما خلاص، الراجل موافق وكله مضى وموافق على الرحيل. ارحل يا تتح. ايوه ارحل انا اذا كان علينا خلاص، ده ممكن ارحل بس يعني. طب الواد الغلبان المسكين اللي نايم ده على الترابيزه. بقول لك ايه ياما؟ ايه؟ ما تسيبوا له الاوضه اللي على السطح. والنبي ياما. حنيتي يا موكوسه. حسوه. اه. اديله الاوضه اللي فوق السطوح. الاوضه اللي ايه؟ انت بتقولي ايه يا وليا؟ ولولو عليك ساعتين وسكتوا يا بعيد. حسوه. طيب. سخطيتها زيده. ممكن تديك بالجزمه. هات المفتاح.
هذه مفتاح. ما انت خلاص عرفت ان انت مدرسايا، والمعلم راح والمعلم جه ويا دوب سلب وجلابيه طالعه ونازعه على السن. حسوه ما تصحينا يا ابن القتيل ده. ايوه ما انت ما تصحوش، ما تزعجوش الولد، الولد نومه خفيف. وسع يا عم، وسع يا عم، وسع يا عم، انت هتفزع الواد ايه؟ الواد لسه صغير ده، بص نايم عامل ازاي. هادي قوم يا هادي، قوم هادي. ايه خير وحيد؟ يلا يا حبيبي قوم. هات هادي. انا صح يا ولد. هادي هات هادي. ايه خالو؟ يلا قوم خاطر، عشان خاطر احنا خلاص خدنا الروس الجاردن اللي على السطح. تعالى هادي، تعالى خبز سوف. شايف؟ شوف انت تعرف ومفتاح؟ في حد في العيله سال مفتاح قبل كده بميداليا؟ ابوك الله يرحمه كان معاه حدوة حصان في رقبته. إذا شفت يا هادي؟ أسرين راجل كان مزمزق عشان خاطر مش عايز يديني المفتاح، إنما كده خلاص إحنا خدنا. إيه ده يا واد ده؟ بتلفزيون يا خالي. تلفزيون؟ ده تلفزيون؟ مبطط؟ تلفزيون مبطط؟ أيوه يا خالي. وموصل للدرجة دي؟ آه. يا خبر أسود. اسمه ليد. ده حديث؟ ده حديث ده؟ ده اللي يدور بده يا خالي. اشتغل. الحق يا خالي، ده الثلاجة مليانة أكل. هات كل الطعام فورا جديلا. هادي هادي هادي. ايه؟ بص 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 الولية دي، هم الناس دول بجد وجداني ولا ده تصوير؟ انت عارف لو واحدة منهم دخلت في السنة عندنا هنا هتخلاص بص تخرج فاقدة الجنسية. طبعا. يا خبر اسود، ايه يعني في ثبت؟ احنا عايش هنا على طول خالي. خلاص احنا هنا عبد الرافق، عارف عبد الرافق؟ قاعدين عبد الرافق، بعد عنك مسمار جحا ودق في قلب المكان خلاص. السبع تلاف سنة حضارة بيقولوا لا، عباس الضو بيقولوا لا. هو الراجل ده ما نزلش للاستفتاء؟ خلاص حد يقول له خلاص، خلاص بقت نعم خلاص. هما ال 60 70 سنه دول مش هيعدوا على خير. طيب وقت ساعات طريق، اتفضل يا فنانين. حلاوتك انت يا جميل يا مشخلع. اتفضلوا يا رجاله، اتفضلوا يا الف مرحب. جيتنا انس يا معلم. اه سمعوا سمعتكم، انتوا روحتكم على الاخر. دول هيتجوزوا هنا برضو؟ يتجوزوا ايه يا هبل؟ ده انا جاي اقعدكوا قاعده كده. روح بس هات لي كوبايتين، اجري. تتح تتح انت ده تتح. ايه يا هزي؟ اصحى يا تتح. اعوذ بالله، ابليس ابو مهمه؟ انتوا معتصمين عندي هنا ولا ايه؟ خليك معايا هنا. ايه في ايه يا حاج عصر؟ جاي ليه انت؟ بتعرف تطبل؟ اعرف اطبل؟ اه. يعني انت حضرتك جاي نصحيني عشان خاطر تقولي اعرف اطبل؟ اه. لا اسمح لي بقى كده بقى يا معلم حصوة. كده خلاص بقى يا عم حصوة. السجار النافف بقى ورور. هوبا. هناك في قلب البنطلون، خد اللي انت عايزه وسيب البنطلون تاني رجعه لي.
استنى عندك يا خالي. فيكس خدت اللي انت عايزه؟ لا مش هصورهم، هبقى اقعد اكتبهم النهارده. استنى هنا عندك خلاص خلاص كده هتمسك وهتقعدوا خلاص. انا مقصر معاك في حاجه؟ امسك انت منص وانا منص. خلاص السلام عليكم. السلام يا حبيبي. السلام يا هازي. صحيح الخيل خالد. خالد مين؟ اهلا يا حبايبي. وحشتنا قوي يا استاذ فكري والله. اسفين يا بروف ازعجناك بدري كده، لولا ان حضرتك قلت ان الميعاد مناسب احنا ما كناش جينا اصلا. ده انا كنت مستنيكوا تيجوا بدري عن كده. اتفضلوا خشوا حبيبي. يعني مرزاق يا كريم الراجل قلب يا عماره يعقوبيان. صباح الخير يا تتح يا ابني. صباحك لبن يا عم فكري. اقول لك يا عم فكري، هو الناس اللي داخله وخارجه عندك دي، العيال الصغيره دي بتعمل ايه عندك؟ مين دول؟ دول شباب حلو. شباب حلو؟ سياحه وفنادق. طبعا لازم يبقوا سياحه. حلو يبقى لازم يبقى سياحه على طول. بيجوا عندي بذاكر لهم طبيخ واتيكيت. دروس في طبيخ والاتيكيت؟ ده غير حصه امبارح بتاعت الحشو في المحشي؟ لا الحشو ده اول حصه. الحشو اول حصه داخل ناشف كده من الاول؟ طيب خلاص نهارك فاسخ ضبه. استنى عندك. ايه عايز ايه؟ مش عندك ثلاثة جوه؟ ايه الكلام اللي انا سمعته عنك ده؟ كلام اللي سمعته عنه حاجة ايه اكتر من اللي انا بسمعه عنك؟ ايه خير؟ وصحيح انت اتنزلت عن شقتك للمعلم حسوة؟ اتنزلت ايه؟ دي استعارة عشان خاطر بنته الممدوحة دي تتستر. استعارة ايه وخيابة ايه؟ ده انت ماضيله على التنازل يا بني ادم. تنازل؟ ده انا ماضيله على حذف 6 شهور من الايجار القديم وكيلو لحمه اسبوعين هيديهولي. ده طلع لي هنا ووريهولي. ايه اللي وريهولك ده؟ التنازل يا بني ادم، وكان عايز امضي جنبه شاهد. اه التنازل شاهد؟ اوعى تكون مضيت على حاجه يا عم فكري. لا انا ما امضيش على حاجه زي كده يا ابني. اه وبعدين دلوقتي انا خلاص كده اتفق كده خلاص خلاص بقيت في المنص راحت كده. اسمع تتح. ايوه يا عم فكري. بقول لك اسمع مش بص يا تتح، انت تنزل تاخد منه التنازل تقطعه وترميه في وشه. البني ادم مننا بيعيش حياته مره واحده بس، لا يعيش راجل لا يعيش طول عمره خروف. انت هتهجس تقول الكلام ده لنفسك. جاي يا حبايبي اديهم الرابعه. اه يا حصوه الكلب انا هفرغك نفسك. انا عكيش ما تاكليش اتكلي. لو سمحت يا معلم. ينفع كده يا معلم؟ ابعت الواد يشتري كل لحم بتلو افتحها عليها كلها شغط وده. اتكل على الله وريني عرض كتفك، ما عندناش ترجيع. انا قتيل حق النهارده. قتيل؟ شو بيت كتفك يا اخويا؟ رعدوه في التلاجة على ما فضاله. انت عايز حاجه؟ لا ابدا، اصل في واحد ابن حرام قال لي ان انت كنت عايزني. الهدوء يا سيد المعلمين. بقول لك يا تتح عمر يا عم الناس جالي ترفيش كلام كده انهم ناويين يخلوني امام المسجد. امام مسجد؟ اه ليه انت اكتشفت دين جديد ولا حاجه حضرتك؟ ها عفوي بعفوي يا اوكسا. لا 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 بص وحياة امك ما تعملش حاجة وانا هتكذب. حبيبي صبح بقى. خد بص مش هيقدر نعمل أي حاجة. خد ياد انت يا متعالي. عمر سعادتك. انت مسجل ياد؟ لا حضرتك بص انا خلت ربنا طبيعي. انا مرشد حضرتك بس محدش يعرف. خش
خش جوه في الحاره هتلاقي كل انواع الرذيله موجوده في المكان جوه. هتلاقي اوسخ من وساخ، اوسخ حاره على مستوى الخريطه بتاعت مصر موجوده هنا. وعندك واحد جزار واخد بالك انت برضك لسه واخد دلوقتي حالا واحد راجل زبون وحاطه في قلب الثلاجه وهيبيعه ويبيعه ورشاله التسعيره ب 90 جنيه في الحته الحساسه. ايه الحته الحساسه دي؟ الحته الحساسه في نص البطيخه. وعندك الست اللي جايه اللي شبه عنتره بن الشداد دي بتبيع بانجو في قلب الكيس البلاستيك بتاع الخضار حضرتك. امسكوها ارموها في البوكس. فين بقى بيت المعلم حصو؟ بيت المعلم حصو حضرتك سيادتك دعاره بقى معاك. وانت مالك اهلك ما ترد على طول؟ بصي يا بنت الكلب وجليته البلد. فين بيت المعلم حصو؟ وساخه وماله البلد دول حضرتك. رابع عماره على ايدك الشمال. طب خلاص دور. يا ربي ربنا يكرمك ويجعلك بكل خطوه ناس وسخه. الثعلب في خدمه السلطه. طبوسه. لما كان نفسي ادخلك يا جامعة الزنجرية. بس هنعمل ايه بقى؟ الحاضر والنصيب. انا ماني دلوقتي متخرج ومعايا الشهادة الكبيرة وبقيت اكبر عاطل فيك يا مصر. مطول اخبار يا رابع؟ يا رابع هادي اعراب عدس اهرام اخبار جمهورية. يارا البيثة يارا البيثة. قول لحضرتك ايه؟ هو انا ينفع اخش جوه الجامعه وابيع جرايد؟ طبعا ينفع، انت مواطن مصري. اه ليك حق في البلد دي، ليك في الجامعه، في النيل، في الهرم، في المترو. عشان كده لازم يبقى في بينا تداول للسلطه بشكل متوازن. انت فاهم؟ لازم نقف مع بعض عشان نعرف نواجه. من حق كل مواطن في البلد دي ان هو يتعايش كيفما شاء، اينما شاء، وقتما شاء. وحضرتك جابت انقاذ ولا ناديمون؟ شايفينكم. شايفينكم. شايفيننا؟ مين؟ احنا. انتوا بتكونوا عصابه جديده اسمها شايفينكم. تنظيم. تنظيم سري؟ لا لا لا، تنظيم علني. علني. طب طالما الفضايح كده، بص بقى، لو محتاج ملاتوف او قنابل ثمينه للدموع انا تحت امرك. شوف انت اللي انت عايزه ايه. مش احنا. مش احنا؟ دي جابت المعارضه؟ خلاص قعد مش احنا مع شايفينكم. واطلعوا بحل على الخضر، الثعب يقعد مرتاح. اشوفك في الميدان. في جحيم الله. كنت تعالى هنا، انت خدتني في ثغرات كده. انا عايز اخش الجامعه ازاي؟ انت في الجامعه فعلا؟ ايه ده؟ معقول انا في جامعه السنجريه؟ كويس خالص، يبقى كده اتفقنا ان في مجموعه عناصر اساسيه بيحتاج اليها الانسان حتى يشعر بالانتماء ويحس فعلا انه عايش جوه بلده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن ندردش دلوقتي مع بعض واسمع وجهة نظر كل واحد منكم ايه هي العوامل اللي محتاج اليها الانسان حتى يشعر بالمواطنة. اتفضل. الحرية يا دكتور. جميل، الحرية. مين تاني؟ اتفضل. من حق كل مواطن انه يمارس حقه الانتخابي بالديمقراطية برضه يا دكتور. كويس جدا. اتفضلي. الانفتاح يا دكتور، لابد من الانفتاح على كل الحضارات وبدون قيود. تبادل ثقافات، كويس. المندهش اللي قاعد جنبك ده ممكن تقول لنا وجهة نظرك؟ انت انا ساعتك؟ ايوه انت. زملائك بيقولوا ان الانسان العادي اللي عايش في بيئة فقيرة وفي حي شعبي محتاج لعدة عوامل علشان يشعر بالانتماء داخل وطنه. في اللي قال الحرية والديمقراطية والانفتاح على ثقافات العالم الاخر. المواطن محتاج لايه حتى يشعر بالامان والانتماء لوطنه؟ أنابيب. سيبوه يقول وجهة نظره، اتفضل. احنا قلنا أنابيب؟ أنابيب. أنابيب وبنزين وسولار وعيس والدائري بالليل. أنت بتهرج؟ أنا ما بهرجش، والله ده بيثبتوهم. ده بيثبتوهم رسمي على الدائري بالليل، ينزلوهم التاكسيات وروح حاطط لك السنجة وأنت قاعد. أنت طالب أنت؟ اديني كارنيه. كلك مين يا عم؟ ده أنا على باب الله بتاع جرايد. هي حصلت؟ باع جايلين جوه مدرجي؟ مدرجي انت هيعمل لي فيها صاحب ملك يقول لي مدرجي. امشي اطلع بره. بقول لك ايه يا سيادة؟ تقول لي انفلات. يلا يا نهار اسود يا راجل، انا كلام فوق. انت هتقول لي اخبار يا رب جمهورية؟ يلا يا رب البيثة البيثة. انا لم منكم بره بقى خلاص. يا سعادة البرنس خليك كده حلو كده، انت الدنيا كلها سهلة كده. انا جاي استرزق في قلب الجامعة هنا بدل ما اتنطط بره في مظاهرات.
عايز تنصص معايا قول لي ادفع لك ارضيه، انما تقعد تهزقني كده يا وش الصنايعيه. يا دي انت سمعت قبل كده ان في حد دخل الجامعه بيبيع جرايد؟ حضرتك دلوقتي من حق كل مواطن ان يتوافق حيثما شاء. بعدين دلوقتي حضرتك الحكم بقى متوازي وبلدنا بقى في انفتاح واحنا بقينا مفتوحين. تمام يا فندم. بتوع خلاص سبتيه اهو. احنا خلاص حضرتك لازم ما في ظلم واقع على حضرتك. خلاص كل دول تشيل بطايقهم على جنب وترميهم في الحجز لحد ما افضلهم وخد ده معاهم. مين ده حضرتك؟ يلا حضرتك يلا حبيب يلا. اما نشوف اخرتها ايه. خش يا غلباوي. خش يا غلباوي. مش عايزين نبطل على حد. عم زكري انت ايه اللي جابك هنا يا عم زكري؟ تفتح. مش معقول، انا مش مصدق عينيا. شفت انا قلت لك انا بلاش العيال اللي داخله وخارجه وطالعه عندك دي. شفت ادي اخره الحشو في المحشي. مشيتك مع كام واحد من الغلمان؟ اسمعني كويس وما تفهمش غلط، انا اسمي الحقيقي سلطان الدهشوري. يعني انت مش عم فكري؟ ده انت شكله خالص. أنا كنت من أحسن شيفات في مصر، اشتغلت مع أمراء وملوك ورؤساء، كنت باخد منهم هدايا أبيعها وأجيب بيها ذهب. ضربت في البورصة، قعدت سنين وربحت من البورصة أكتر من 7 مليون جنيه. ورماني حظ في الشغل على راجل كبير قوي. الراجل ده تتح بسلطته حط ايده على اراضي عينك ما تجيبش اخرها. وكان بيكتبها باسمي ويكتب عليا ورق ضد عشان يقدر يستردها وقت ما هو عاوز. وعلى حس الارض دي على حس الارض دي خد قرض من البنك باسمي. خد قرض؟ اه قرض. وهرب على بره، واول ما وصل هناك مات. مات؟ خلاص كده خلصت الحدوته؟ لسه. امال ايه؟ لبست انا. لبست؟ لبست القضيه. اه. علشان كده جيت المنطقه عندكم هنا علشان الدايره فيها. في حد يبقى معاه 7 مليون جنيه ويستخبى في منطقه وسخه زي دي؟ اعمل ايه؟ ما انا ما كنتش اقدر افتح عيني في وشه. طب هسألك سؤال. فين الفلوس؟ اتمنص. الفلوس والورق عند بنت اخو الراجل. يبقى هي خدت الفلوس وكتمنص والورق ويا. فلوس ايه اللي هتبص لها اميره؟ ده انا مربيها على ايدي، دي عامله لي توكيل عام. هي عندها معرض عربيات؟ هتموتني باسئلتك دي. عامله لي توكيل عام، يعني اتصرف في اي حاجه تخصها باسمي. لكنها فجاه اختفت. اختفت؟ ليه؟ في حد عزم عليها ولا حاجه؟ خد ده مفتاح شقتي. ايوه تطعجيلي بالليل ولا ايه حضرتك؟ خد كمان امسك دول قرشين مشي نفسك بيهم. متقلقش ان شاء الله باذن الله هتلاقي الورق ده زلين براسك. يا رب يا ابني. اطمن وحط في بطنك مانجا عويسي، انا هقولك اكبر محاسب موجود في البلد، وباذن الله اعدام واستئناف في نفس التوقيت الصيفي. اما ربنا يفرجها عليا من الضيقه دي هديلك 2. 2 ايه؟ خدها. انا هديك 2 مليون جنيه من 7. يا ابني انا كل اللي قدرت اوصل له الميل بتاعها. ايه الجمله دي يا عم فكري؟ الله يهنيك اهو. يلا يا حبيبي. هو اللي بتاعت منه بتاعته وانت على فوق. يلا يا حبيبي. اللغز ايه؟ اغلين اللغز ايه؟ يلا
والله حلوه شقه عم الفكر دي يا خير. وده ايه ليالي؟ ده اسمه كمبيوتر يا خالي. ما رضيتش عليا يعني، بقولك ده ايه اصله؟ ده اسمه كمبيوتر. اه هو اسمه كمبيوتر. اه اشتغل دلوقتي هتشوف. بصراحة عم فكر انت بس، انت ايه اللي خلاك بس ساكت لحد دلوقتي لما خلاص رجليك جت في المنص؟ تصدق عنده وصلة نت يا خالي؟ وبعدين ايه الحل دي يعني؟ اصعب يعني، هل قصده يعني هو يقولك ايه منين وعنده مثلا قرد عايز يوصى عليه؟ ده عنده كمان اكونت على السكايب يا خالي. بقولك يا خالي، عم فكري ده شكله حكايه. يا سلام. للاسف يا خالي ما عندوش غير كونتاكت واحد، بنت اسمها، استنى هطلبها. الله ايه هذا؟ ايه هو خلاص عمال تيري بك. انت مش شايفني انا سرحان في القضيه بتاعت عم سلطان؟ طب اعمل ايه بساعدك انا؟ انت ما بتسيبش خالص يا هادي، عملت لي صباع نفسي. حقك على يا ناس، انا هروح اذاكر مع اصحابي وريحك مني. ريحني مني وانت خلاص قاعد في بطني، هتريحني منك. وشكرا على فلوس الكتب. العافيه وسخ. يا سلام، انك عندها تونتك. دي مسكونة ولا ايه؟ انت انا بص لي هنا، قرب هنا، تعالى اهو. لا يا ساتر يا رب، ابعد وشك بليز. انا اميرة. انت مين؟ انا ستح. يوه، واضح ان عندك عيب في النطق وهتضيع لي وقتي في التقطقه. لا خلاص، لا اصلا عايز اقول لك ان انا مفيش وقت للرغي. عم سلطان فين؟ عم سلطان في الجحيم. يوه، يبقى ما قداميش حل غيرك. بص بقى، اللي هقوله لك ده تقوله لعم سلطان بالحرف، وهو عارف هيعمل ايه. بس انت دخلتي هنا ازاي؟ الخط ده عندي ولا عندك؟ دول وصلوا. وصلوا مين؟ انت كاسيوسة؟ خد الرقم ده عندك، سجله ودي لعم سلطان. انت كاسيوسة طيب؟ قول له ان الورق والامانه في الامان. اوكي؟ مع ايمان. انت مالك؟ قول له كده. خلاص هقوله خلاص. 012 01 012 01 7 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
شايف الخلقه دي؟ ايوه شايفها شايفها. ممكن تدور وشك؟ ايوه دور وشك ناحيه تانية. ممكن تبص لي؟ قرب لي شويه. ايوه حلو. حفظت وشه؟ صم. الصور دي هستلمها امتى؟ انت بقى الهيرو بتاعها. انا هنجيبك وانا هنلاقك وهنفخك. كابيتو؟ هي وصلت لكازاكيتو؟ هي وصلت لكازاكيتو؟ انت فين يا خالي؟ انت فين يا خالي؟ يا هادي تعال انا هنا يا هادي. ايه ده يا خالي؟ انا هنا في الحظيره. قاعد بتعمل ايه هنا؟ تعال خش. اخش فين بس؟ اطلع انت. خش يا هادي تعال ادخل يا هادي. انا بتصرخ بره. ادخل جوه يا رب. انا خلاص خلاص طلعت يا هادي. طلعت خلاص. يا خسارتك يا تتع. ده انا اللي ما كانش في حد يقدر يثبت ان انا حي. ده كان فاضل لي يومين وصورتي تختفي من المرايه تضرب كوره. طب اهدى بس يا خالي. مش يمكن يا خالي اللي انت حكيتولي في التليفون ده اشتغاله من واحد بيستظرف؟ بقول لك البنت كلمتني في السياسه في التلفزيون مبطط وقالت لي على اسم عم فكري الحقيقي سلطان الدهسوري. وبعدين الراجل قال لي ايه؟ فاخنج كازاكيتو. وحاجه ثانيه مكتوب بقول لك عليها. قول. قال لي هنفخك. خيالك هيتنفخ يا هادي. طب روح يا خالي روح. انا خايف يا هادي قوي. بص يا خالي ده جوجل ايرث. ايه جوجل ايرث ده؟ انت بتكلمني على اساس ان انا مهندس اسانسيرات. انا كل اللي اعرفه انكر كليك. حلو قوي. هننكر كليك. دي مصر من فوق. عظيمه يا مصر. انكر بقى كليك يا خالي. ودي مصر من تحت. ان لله وانا اليه راجعون. اللي انا عايز اقوله ايه يا خالي؟ ان الدنيا اتطورت. اتطورت. والتكنولوجيا بقت سهله. والناس دي معاها الصوره بتاعتك. معاها الصوره؟ معاها الصوره خلاص. يبقى مفيش فايده من الهرب. مفيش فايده من الهرم؟ من الهرب. انت عارف ايه الحل اللي قدامنا بس؟ ان احنا هنوصل للفلوس والورق قبل ما الناس دي توصل لك.
حاسه ده صح. فهمت ولا بتهاودني؟ لا والله مظبوط. انا اصريت ان انت تكون متعلم. ابوك كان عايز يطلعك فران. فران؟ او المصحف كان عايز يطلعك فران. انا رحت واقف له بالمحترم قلت له عايز بس فكس. طب هاتي خالي النمره. نمره مين؟ نمره ايه ايه؟ اميره خالي اللي اديتك النمره دلوقتي. اه امينه. اميره امينه اميره, أميرة. اصبر وما اصبر. اتفضل. 01 كده يا خالي. النمره دي ناقصه بس. يبقى هي ساعة لما دخلوا عليها وسحلوها بقى وقعدوا يضربوا فيها وقعدت تصرخ هي وهي ما استطاعتش ان هي تديني بقيه الحاجات. يبقى الرقم اللي ناقص ده في اخر النمره. انت عارف ده معناه ايه؟ ان احنا ما قدمناش غير نظريه الاحتمالات. ايه اللازمه دي؟ الرقم اللي ناقص ده هيخلينا نطلب 10 نمر مختلفين وفي كل رقم هنجرب مره. يعني هنقعد نجرب من 0 ل 9 في اخر النمره لحد ما نلاقي النمره اللي احنا عايزينها. ايه هذا كلام الكفار ده؟ ايه كلامكم؟ استغفر ربنا يا اخي. ايه يا ايه هذه؟ الله في علم بس في ايمان. انت فاهم انا بقول ايه؟ وهو كذلك. دول حاجه ثانيه يا فندم؟ لا لا هروح انت. يلا حبيبي يا شيف عشان تفطر. انا جاي تيجي تفطر معانا. تهبل البنت دي خساره فيها اللقمه. لغ انت. لو سمحت حضرتك. نعم. هو حضرتك تلاجة الميتين؟ تلاجة ايه يا جدعان؟ طب هو فين عم فكري؟ معرفش حد باسمه. وحيدوو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 و
عم فكر ساكن هنا؟ بتطبخوا العيانين ولا ايه يا حضرتك؟ سلام عليك، رحت لك القسم قالوا لي ان انت نقلت على المستشفى هنا. ايه اللي حصل لك يا عم فكري؟ اصيل يا تتح، لو ايه راجل، لو كان عندي ابن ما كانش عمل معايا اللي انت عملته ده. قلت كده يا عم فكري، اهدى بس كده، قلت كده خالص. ايه ده، خاطر المتنفس الاصطناعي، خاطر في تنفس الوقت، خلاص ايه خالص. مثلا طلعت لي اميره في قناه النت وديت رقم تليفون، بص بس هو ناقص رقم. ايه بقى الرقم ده؟ لان هو بادئ 01. ها زير اجيب لك قرفه والمكسرات. انت فكري الله اكبر يا ناس، اشغل لك ايه؟ طيب عم فكري، النمرة كام؟ انت ايه اللي انت تعمله ده؟ النمرة كام؟ والبتاع ده بيعمل ايه؟ تقرير رسمي ماضي عليه اكبر دكتور عصبية ونفسية، وبيقول ان الاستاذة اميرة غير مسؤولة عن تصرفاتها. يا ابن الايه يا شريف، برافو عليك، عرفت تجيب التقرير ده ازاي؟ بدفتر شيكات طبعا. دفتر الشيكات اللي هانم عايزاه يكون بدون رصيد. مين اللي قال كده؟ يا شريف انا عمري ما فكرت ولا هفكر اذيكوا. انك ما تقدريش. عارفه ليه؟ لان بالتقرير اللي معايا دوت من بكره الصبح هتشرفي في مستشفى المجانين. يا مجنونه. حرام عليك يا شريف. هو في ولاد عم يعملوا ببنت عمهم اللي انت بتعمله فيا ده؟ وفي بنت عم تخطط عشان تسلم ورث ابونا لخدامنا سلطان؟ قال ايه؟ عشان تراجع الحق لاصحابه. احنا اصحاب الحق ده؟ احنا بشوات وهنفضل طول عمرنا بشوات. انا بحذرك يا اميره، ما تمتحنيش صبر كتير. اخر مره بقولها لك، الورق فين؟ بدل الوش الحلو ده هشوهه.
الفرصة بتيجي مرة واحدة بس في الأسبوع، الفرصة بتيجي واحدة بس في الأسبوع. ما قلت لك يا خالي هي نظرية الاحتمالات. يا عم بلا حمالات بلا لبسة يا هادي، هي ناقصة أعرف على الصبح. والله لازم نجربها. يا راجل بلا فسخ بقى خلاص. وبعد كده استحمل يا خالي، دول 2 مليون جنيه. تصدق معاك حق. 2 مليون جنيه برضك يعني الواحد لو حولهم يعملوا 67 دولار. هتفرق برضه حياة البني آدم أنت بس لو تفوق يا عم فكري. إنما خلاص عم فكري معلق له الحاجات. مات شكله كده مات تنيكي. كلينيكي؟ هو مات ايه بيسموه مات ايه؟ اسمها مات كلينيكيا. كلينيكيا؟ مات كلينيكيا. طب ممكن تديني تليفونك اجرب بس مره؟ حاضر. ايه ده يا خالي؟ يا عم امسك بقى انت يا ابو حد ضامن نفسه. يلا بره. هات النمره معاك؟ نمره ايه؟ النمره اللي اديتها لك البيت؟ اه خلاص ايه. قول بقى. اكتب يا سيدي. قول. والله انت عارف يا هادي لو الموضوع ده حصل قسما بالله انا ما اتنازل ان انا اجيب لك طقم سليبات جديد. يا رب يحصل بس ان شاء الله. ركره جيبوا لك ركره يمط. اكتب يا سيدي 01 01 01 01 تاني. لا ده انا بقول لك 01 باكد عليك ان يكون حد بلغ حاجه غلط. لا يا خالي انا طلعت انا كتبت 01 خلاص 01 ايوه. لا 01 ايه دي هادي يا خالي هات. افتح السيكر افتح السيكر شو خبر نسمع. الو الو انت فين يا سيدني؟ انا بتكلم بخصوص الورق. كل حاجه تمام بس عايزين الحلم يا سيدي. عينيا حاضر بس قول لي عنوانك فين. وتبيب سم وسكر والعتاب تتو. يا سلام هدوء وراحة بال. ولا لون الزرع، لون الزرع الاصفر الجميل اللي يرد الروح. لا عدم سيارات بقى ولا مظاهرات ولا كلاكسات بتاعت ميكروباصات. حلاوي قدامك هو مش عادي. مسح السيارة والجسارة في الحمار اللي عملت الحنجة دي ده. استنى يا ابني. من فضلك لو سمحت ما تقولش عليه حمار. خلاص؟ خلاص ولا مش خلاص؟ راجل انت، ما حدش مالي عليك ولا ايه؟ ايوه حمار، ما انت فاكر نفسك راجل ايه؟ همر. ايه ده؟ انا زفت الوسط ده فين قبل كده؟ دي الفنانة بوسي. بوسي؟ بوسي. اول مصحف ده هي بوسي. يا خبر اسود ده انا معجب بيكي خالص. وحاطط ايده يا على حاطط ايده فين؟ مش عارف. حاطط ايده قولي بس. مش عارف. لا الجمهور الصعيد يعرف اللغز ده حاطط ايده فين. انت هتحكي لنا في المحكي. والنبي صوره والنبي صوره صوره وحتى صوره ايه يا عم؟ عدينا عندنا الشغل حرام عليك. انا في ملك مثل المفروض تبقى فنانه متواضعه متوارية. صوره وقولي لذيذ عشان خاطر تبان الضحك. لذيذ ايه بس؟ قول كده قول لذيذ. اهو لذيذ. ايوه. ايه عيك العيال ايه؟ الله في ايه؟ بقول لك ايه؟ بص معجب والمصحف. معجب؟ اه معجب. انا حضرتك من زفتك. شفتي؟ ما حضرتكيش من زفتك خلاص. بقول لك ايه؟ يلا نطلع ودوس حماره ده. جايباني لباني يسوق السيارة. أعوذ بالله. يا خسارة يا فن. خلاص خلاص الفن باظ. يا عم ارحم سمامي بقى. أنا خلاص أنت واخدني من صباحية الصبح لحد بالليل وما بتنطقش حرف. أسألك ما بتتكلمش. أنت موجود ولا مش موجود؟ ولا أنا بحلم؟ الله بتكلم وأنت ما بتردش. أنا مش عارف أنت موجود ولا مش موجود. سايفني بقى مش سايفني؟ ده بلاغ ببلغهولك. انصرف انصرف روح لحالك بقى بجد سنانك دي. خلاتني يا راجل بوسك الزبرابوت الغفير ده. مساء الخير يا سطرة. مساء النور. ما تعرفي بيت الحاج هلال فين؟ تاني بيت على ايدك اليمين اليمة دي يمة الفرح. يمة الفرح؟ ايوه. طب وانت ليه يا حبيبتي بتلعبيس معاهم السغماية؟ اني مش عاوز العب. ليه؟ ماني هتجوز. يا حبيبتي ما انت لازم تتجوزي. ما اي بنوته صغنطوطه مصيره تكبر وتبقى كبيره عروسه طويله قبل كده وتتجوز وتخلف صبيان وتبات ونبات وكده. بس انت لسه صغنططه. انت اسمك ايه؟
أنا عزة، أنت من مصر مش كده؟ عرفت إزاي؟ يا ما شاء الله ما شاء الله، سطورة خالص أنت يا عزة. قلت لي البيت فين بتاع مهلال؟ إيه؟ ما قلناه، تاني بيت على إيدك اليمين يمة الفارق. الله. مساء الخير. مساء النور. من ده بيت الحاج هلال؟ هو ده بيت الحاج هلال. طب انا كنت عاوزه في الصفار. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. الحاج هلال. ايوه. يا الف اهلا وسهلا، يا الف اهلا وسهلا. يا 7 مليون مرحبا. 7 مليون مرحبا؟ يبقى انت خلاص بقى، انت اللي عليك العين والنني. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انت نورت. الشربات يا اولاد، الشربات. اتفضل اقعد. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج هلال. بقى هلا هلا على الجد. ايوه. والجد هلا هلا عليه. مظبوط. خلاص خلاص. بقى الامانه اللي شايلها للحج اديلها سنه، واني الاوان انه ياخدها. ونعم كلام. تاني هان ان فضلت محافظ عليها، ومن حقي ان اخد التمن اللي يريحني. واديك شايف العيشه واللي احنا عايشينها. وانا عندي كلامك يا عم هلال، انت تؤمر. تعالى بقى عاجل وادينا حقي وخد حقك. يا سلام على الامانه والنزاهه والصرف. فعلا صدق اللي قال الفلاح صديق الانسان. انما انتوا عندكم فرح هنا يا عم هلال؟ ايوه، ما هو الفرح ده معمول علشانك. يا خبر عزاني؟ ده لازم اعمل معاك الصح بقى. يا فول مدمر، انا نفسي اغمد جعان حمود. سكلك يا هارتي فقع مررتي، والنعمه ده انت تفاح وموت. السلك لمس يا فول مدمر، انا نفسي اغمد جعان حمود. سكلك يا هارتي فقع مررتي، والنعمه ده انت قفص لمون. وا
وكمان فيك الغفر لعبل لك حظر تجول وصل لي كلمة حول اعمل لك حظر تجاول وصل لي كلمة حاول واقول لي اسقط نظامك واضربك بالعالم اوعي يا اما خفت تحت الدوز تمام على الفحت نزل تحت توتي تطور يا بنت تهدي ما انت تصدق انا جن مصور تمام على الفحت نزل تحت توتي تطور يا بنت تهدي ما انت تصدق انا جن مصور اضرب واكسر يا عم اصر اضرب واكسر يا عم اصر في النار ببيت ولا قلبي ميت ضرب ببيت انا علي بدور يا البيضه الله في ايه يا سيدي انا مش فاهم خالص في ايه يعني كله مضغطط وعمال يرقص ويهيص وانت خلاص عايد وزك خالص انت ايه مدي وزك اجر النهارده انت مستعبط ولا ايه انت زيك زيهم تاجر اعراض السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله لا استنى بقى يعني ايه تاجر اعراض دي لما واحد يتوسط في بيت بنت عندها 13 سنة لعجوز عنده 80 سنة ما هتعيش معاها قد ايه؟ 6 اشهر؟ سنة بكتيره وبعدها يرميها بعيلها ويدور يشتري غيرها عايزنا نسميك ايه؟ مش تاجر اعراض برضه ولا مصلح اجتماعي؟ ألف مبروك يا سهلان الله يبارك فيك التوكيلات جاهزة؟ التوكيلات جاهزة طبعاً كله قبض؟ وكله قبض ما هي دي الأمانة اللي زمانها معتبر يا حاج هلال فهمت أنا خلاص كده يبقى نتكل على الله نبتدي نتكل على الله لحظة واحدة يا حضرة المأذون أنا بمثل على أحلى تجار التجار الكبار اللي مصرفيننا التجار اللي بيتاجروا في احلى بضاعه البنات الاوذي ضناهم ايه اللي حصل تجوزوا ضناكم اللي سهرت عليهم الليالي وبناتكم اللي كنتوا عايزين خلاص تقولوا يا رب تبقى دكتوره يا رب تبقى مهندسه ديكور والبنت تكبر وتبقى ما شاء الله عندها 10 13 سنه وهم مجوزين على طول هوب تصدير واستيراد ومش مهم العريس شكله ايه انما المهم الكتمنص يبقى عالي طالما الكتمنص عالي خلاص هو بالنسبه له مش فارقك يا عريس لان هو معذور راجل هيفرغ طاقات ويروح رميها بقى في قلب الجبل راجع ضميركم تاني هقولها كلمه واحده بس ورزقي على الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله انتوا ناس وسخه أسعد إيه يا شريف؟ شايف أسعد؟ إيه المكان اللي ورا ده؟ فيني كده؟ ده قصر عابدين بتاع الملك فاروق قصر عابدين حلو حلو أوي لازم تموت
بيقسم. ايه دي انت هتهد البيت علينا واحنا قاعدين. ازيك يا خالي؟ ازيك يا زفت؟ زفت؟ انت كنت فين لوسط الصبح دلوقتي؟ كنت بذاكر مع اصحابي، ما انا قلت لك. انت عملت ايه النهارده؟ الله يهزي، انا مش عايز اقول لك، انا بصراحه المكالمه بتاعتي جت غلط خالص خالص، وروحتي وقعتي في ناس ما يعلم بيهم الا المولى عز وجل. انما انت مالك يا هازي؟ مش عادي كده، ايه اللي حصل؟ اصل اصحابي اتفقوا ياخدوا مجموعه كده و... مجموعه ايه؟ انفلونزا؟ لا يا خالي، مجموعه تقويه. تقويه هيلعبوا حديد؟ لو هيلعبوا حديد ترابيس وعظم ومجارس وبزاز وكده. حديد ايه يا خالي؟ امال ايه؟ مجموعه تقويه دراسه زي الدرس كده. اه درس كده، مجموعه طلبه ودرس. هي غاليه شويه بس مش مهم. الكلام اللي بسمعه منك ده انا قصرت معاك في حاجه؟ انا مش عايز اتقل عليك. لا يا حبيبي، اتقل عليا ليه؟ انت على طول اطلب، بس قبل ما تطلب ادعي. انا كل ما افتكر ان لسه في جامعه ومش عارف انت هتجيب مصاريفها منين، اقول كفايه على الثانويه. لا يا سيادي، انت لازم تعرف ان انت هتكلم علامك، يعني هتكلم علامك. خلاص خلاص، وهتكلم علامك في احسن جامعات فيك يا مصر، جامعه السنجريه، وهتتخرج فران. فران برضه؟ فران متعلم متحدث. خد يا سيدي، هتاخد المجموعه 5 جنيه. حلو كويس. 5 جنيه يا خالي، نتكلم بجد. اه بابا، 5 جنيه صحيح؟ ده انت يا دوب بس ال5 جنيه دي تروح مسلم بيها على المدرس. خد يا هادي، امسك يا حبيبي. ربنا يخليك ليا يا خالي. خلاص يا سيدي، خلاص خلاص كده، خلاص راحت المشكله خلاص. ايوه، لما تنزل لحضرتك بخصوص الورق. الورق. طب العلواء خلاص عرفته، خلاص خلاص انا جاي في الطريق. ادينا جينا يا سيدي عند قصر عابدين، ورينا اتدخلنا ازاي. خلي رجاله تفتش المنطقه ديت حته حته، وطلع لي الواد ده بسرعه. اتفضل يا دقيقه واحده بس والاستاذ جاي. مش مصدق نفسي. ده انت ذكي بقى يا عم فكري، سايل الورق وعينه عند الاستاذ سمير خان نجم الكوميديان عشان ما حدش يسك. هي دي الدماغ. اهلا اهلا استاذ سمير. اهلا استاذ سمير. اهلا اهلا. كفايه يا بوس، انا معجب بيك خالص والله، خالص معجب بيك. والنبي صوره صوره بقى صوره، انا بحبك قوي خالص. لازم البوس. بص الصوره كده، بص احسن. ممكن تقلع النضاره عشان خاطر الناس يعرف انا مين؟ لا، ما هو انا لو قلعت النضاره مش هيعرفوني، انا معروف بالنضاره. ده عادي، في النضاره هيعرفوك. ان انت الاستاذ سمير حبيبي، ده انا بحبك خالص. والمصحف مش البوس اهو نب. ولازم تضطر. يا سلام، ده بص دي، بص دي انت عارف دي بقى، خد دي يا استاذ سمير. والمصحف الشريف هعملها وجع على البيت عندنا، بس وجع على التليفون كمان. ده انا معجب بحاجات كتير قوي بتاعتك، والنبي خدنا نمثل معاك. وفرصوطة اخرج انتيكا اتعلم سينما في امريكا يرقص بانجو تيكا بيكا بيكا. فطوطة بيرقص بانجو؟ امال ده كان زمان، دلوقتي بيرقص ترامادول. حسن والمصحف، يا نهار ابيض والمصحف حبيبي والمصحف. انا مش مصدق نفسي والله، انا مصدق نفسي. فكرني انت بايام الشباب. الله يخبرك، والله اغنيتك العظيمه اللي كانت بتخليني اوف خليني ببقى نايم بثرثح من العياط. غنوتي؟ اه الغنوه اللي بتاعت من اللي قال من الزمان ملوك في امان يا عيني. مش انا مش انا مش انا ده الاستاذ سمير الاسكندراني. سمير الاسكندراني؟ الاسكندراني مين؟ اسكندراني. الاسكندراني امال انت مين؟ أنا سمير برضو، بس لا اسكندراني ولا صبري، أنا سمير غانم. أنا نايم طول الليل والورق في حضني. هو صحيح مشهد واحد في الفيلم، بس مشهد يقش، مشهد ماستر سين. أنت أنت أنا أنت عارف أنا جاي أصلي عشان. لا لا لا، شوف المسائل المادية دي ما تهمنيش. أنت سيك. قيمة الدور. أنت سيك، أنت فنان من الفنانين اللي هو فنان منذوي. الله يخليك. خلاص بقى. ما نعمل مع بعض بروفا. استنى الدور اهو. يا ريت الدور اهو مع انت هتعمل معايا دور عصمت. عصمت؟ لا، ادوار البثوات دي انا
ايه يا استاذ سمير؟ اسمع. ايه يا استاذ سمير؟ انزل بس ما تشوشرش. اخلصي يا عصمت يا كلبه. الدنتايه طلعت دنتايه يا استاذ سمير دي صح؟ راح فين يا استاذ سمير؟ سيبني انا بتعايش مع الدور عشان اطلع حماسي. فرجني بقى على حماسك وطالع. المتزودون عارفه ليه بس المتزودون؟ اخلصي. انا وثقت فيكي واديتك كل اسراري. تطلعي اسراري بره اتضح انك مجرمه ودبل ايجنت. جملتك ها القصاص ها جملتك دلوقتي اه انت بتعمل معايا كده ليه؟ جمله انت بتعمل معايا كده ليه يا ذو كذابه؟ الفلوس عمت عينيك يا كلبه يا دور. يا تتمير تتمير انزل انزل تحت انزل نام على وشك. انام على ايه؟ على وشك. وشي؟ اه انا باثق فيك خلاص يا حبيبي. ده تمثيل عشان حماس. ما انا خايف التمثيل يقلب حماس. ما انت لك انت نام على وشك. هنام على وشي خلاص. وتسحف وتمسك رجلي. انت لازم تموتي، لازم تتخنقي. انت سبب المصايب. انت مش بنتي. انت مش بنتي. انت بنت. الله يا استاذ كمل كمل. بنت بتروح مني ساعات. بنت اختك بنت اختك بنت اختك ولا بنت؟ ما ينفعش عشان الخط ده. بنت بنت السلطان. اوعي. الله ايه ده يا استاذ سمير؟ ايه ايه ده؟ ما شاء الله ده حلو قوي. عجبك؟ اه ده متن ايه ده؟ ها؟ متن ايه؟ تلك يا مجرمة. استاذ سمير استنى التليفون تليفون. الو ايوه دي الشركة بتاعتك. يبقى لك شركة بلا بتاع من عمالة فايبك من رئيس. الو انت حر بقى. اهلا اهلا يا حبيبي. اه لا الورق زي الفل. الراجل بتاعكم عندي. ده راجل طيب قوي قوي. بيبص في كل حته في الشقه الا انا. نعم الفيلم ليه؟ لا 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 والله لا. انا شخصيا كنت اعتذر يعني بس زي ما تقول محرج شوي. يا سيدي فيلم راح فيلم يجي ولا يهم. انا تحت امرك. مع السلامة. يلا بقى نكمل بروفة بقى يا أستاذ سمير. يلا نكمل بروفة بقى اللي هو إيه؟ إيه؟ الفيلم. بح. إيه ده خلاص؟ صورناه كده خلاص هينزل إمتى؟ خلاص؟ طب ليه؟ أنا مش عايز فلوس. أنا عايز أسمع تسقيف الناس. عايز أشوف نظرات الحب والإعجاب اللي بتتابعني وانا رايح وانا جاي. عارف المشاعر دي عندي اغلى من كنوز الدنيا كلها. انا عايز ارجع اتدفى تاني في قلوب الناس اللي بتحبني زي زمان. ما تقولش كده يا استاذ سمير. ده انت قاعد ده انت مخور في قلوبنا. انت جاي مع مين اساسا؟ انا فتح يا استاذ سمير غني. انت هتفتح مين؟ انا فتح جاي عشان خاطر الورق بتاع الراجل اللي مرمي في المستشفى. ورق ايه؟ الورق بتاع القتيل اللي مرمي في المستشفى دوت. قتيل؟ اه مين؟ يا سعيد. سعيد اللي هيجيب الورق؟ امر يا استاذ. خد صوفيا لورين دي وطلعه بره. ايه ده ايه ده؟ هي كده يا استاذ سمير؟ خلاص؟ خلاص كده حماسك قل خلاص؟ على فكره انت كده بتخسر واحد من جمهورك. عارف لو جمهوري كله بالمنظر ده بناقص مش حماس. يا كومبارس يا ابن الم خص عليك الله يكسفك. خلاص يعني خلاص دي تاني مكالمة وتطلع في سينك. الموضوع ده شكله كده على بعضه فاكس خالص. اصبر فاكس. اصبر بس اسمع بس مني انا واسيبي مني. انا خلاص عايز اسيب حاجة قاعدة اتنفس. عايز اروح اسيب في بحر بحر ولا اسيب سفلتور اخر. هي سفلته البحر يا خالي. يا عم خلاهم سفلته البني ادمين. سفلته البحر. لا يا سيدي ما سفلتوش البحر. اصبر انت بس خلص امتحاناتي ونقع على المكالمه التمام نقفش ال 2 مليون ونصيف في احلى حته في مصر اسكندريه. مبارات اسماعيليه عصيان. ايه يا خالي الاحباط ده هنروح فين بقى؟ عايز انت تولوح في مكانك. قالوا لي يا هدي احنا من زمان واحنا ما عدناش مع بعض كده قعده خاله وبنته وابنه. مفيش أي غراميات؟ بس بقى يا خال بقى يعني ما اغتصبتش واحدة من صحابك مثلا؟ مرة كده يا ولدي يا ولدي يا ولدي.
طب ما نمت مع واحد صاحبك؟ ايه يا خالد يا بتوعي؟ بقول لك ايه؟ ما تقوم تعمل مكالمة كده على ما صور ورق الدرس وحصلك. خلاص الصبح. لا دلوقتي يا خالد. الصبح والله خلاص. فكر في 200 مليون عشان خاطر. خلاص حاضر. بجد؟ خلاص الصبح. زيرو واحد خلاص خلاص زيرو واحد كده خلاص. بتسأل على الورق؟ ايوه الورق موجود. تعالى في اي وقت. مفيش اي وقت. قول لي عنوانك فين واجيلك فورا جزيلا. فرع البنك اللي في مول السعاده. هتسأل على الاستاذ سعيد. تفتح. اهلا نازي. انا كنت طالعه لك عامله لك سندوتش ليا بالمسقعه تستاهل حنكك. تعالى جوه. بس بقى خلاص بقى عشان خاطر الوقت بس يعني ارجع ورا شويه خلاص هاكل ده وانا ماشي خلاص. كل. حاضر خلاص هاكل ده. بالهنا والشفا يا تتحت. ايه هدي انت مالك بتتكابس ليه كده؟ الله. بالهنا والشفا يا تتحت. امسكي خالص امسكي خالص. دي ليه خروف على بعضها سربتها لك من ورا امي؟ سربتي ليه امك من ورا؟ ايه هدي انت ايه؟ كابس ليه؟ الواد بس واقف ما ينفعش الواد صغير. طب كل. حاضر حاضر. قول يا حبيبي كل. حاكل وانا ماشي عشان خاطر افتكر ايه هادي هادي وبعدين الله. قول يا حبيبي. حاضر حاكل بس وانا ماشي عشان خاطر ابقى ايه عايز على الذكرى خلاص. امي بتقول لي ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. عايز ايه يعني زبيب؟ هاتي وشك. انا هضربها يا خالي ضربك كده. ايه هادي؟ انا هضربها ايه هادي خلاص يا هادي خلاص هادي. انت بتقولي برجلك يا هادي؟ والله ما سقيت برجلي انا. امال ايه اللي بتزقني زحزح يا هادي؟ ايه خلاص بس امسي يا تاريخ دي حتى يا ضوع يا ابني انت ابني امسي يا وسخ خلاص بلغت. طب عفوا يا عوكسة لا والمصحى والله بص مش هينفع والمصحى عشان خاطر عشان خاطر الواد معايا مش هينفع الواد مش ما بيعوزش على قهاوي خالص. هاجي لك مره ثانيه باذن الله. يلا سلام. قمت بقى وانا ورايح وانا وجاي الناس بتبقى عايزه تمسك فيا سايب لك حاجه كبيره قوي حب الناس. انا يمكن اسيب المنطقه دي خالص خالص هجيب حب الناس ده منين تاني. في يا خالي وقفت ليه؟ خلاص يا هادي. مالك؟ خلاص. مالك؟ السندوتش اللي عملته لي فله خلاص ليه طمها مبهدله بطني خالص. انا لو سبت الغازات يا هادي اللي في بطني هطير في الفضاء. بص الحمام اهو يا خالي. خش انت الحمام وانا هروح على البنك اسال على الاستاذ سعيد. ماشي؟ حاضر خلاص. ماشي يا خالي؟ خلاص اسال على الاستاذ سعيد خلاص. سندوتش سم قاتل اكيد حنظام اكيد. الله يخرب بيت ليت امك يا فلة. Thank you.
فوق، ايده فوق فوق. طلع الموبايلات، طلع يلا. انت ايه الموبايلات في الشارع؟ انت فين؟ اديله. انا معيش تليفون. خليه. ادي انت فين يا هز؟ المول كله خلاص بقى في المنص ده، مفيش مخلوف عيب بالمنص. انت فين؟ انت في البنك؟ استنى انت بتفين؟ بس خد قول له انت فين؟ قول له انت فين؟ قول انت فين يا خالي انت طيب؟ انا اللي فين؟ انت فين بالظبط يا خالي؟ انا في الدور الثاني بغور بحيد الملابس للنينجا. عامل لي مفتح، عامل لي مفتح، عامل لي مفتح. في واحد في الدور الثاني، خلصوا لي عليه بسرعه. لو انت مش من العصابه اهرب. عصابه؟ يبقى اللي كان بيجري ورايا ده كان هو واحد من العصابه اللي بيجري على القطر. اهرب يا مهرب. ايه ده؟ ايه الافلام دي؟ اهرب ازاي؟ ده الواد هادي ابن اختي جوه في قلب البنك جوه. هما جايين عشان يسرقوا البنك. يسرقوا البنك؟ يا خبر اسود. طب انا هعمل ايه دلوقتي يا صغير؟ الوضع عامل ايه حضرتك الظابط؟ سيكيورتي سيكيورتي. خبر السويد، خبر السويد، خبر السويد. سيكيورتي. السيكيورتي خلاص دلوقتي موجود فاتح. مين معايا حضرتك؟ معاك عميد شرطة عصام السكران. سكران؟ يا عم يا ناصر يا ولان، اديني حد جنبك فايق اكلمه. خليك معايا يا تحت. يا سيدي انت خليك انت معايا بس، وقول لي انا اعمل ايه دلوقتي في المشكلة اللي انا مظروف فيها دلوقتي دي؟ احنا بره المول ومش هنقدر نقتحم حفاظا على ارواح الرهاء اللي عندك. تحت دلوقتي انت الراجل بتاعنا. انت بتقوم بعمل عظيم. مصر بحواليها الطيبة ونيلها الخالد وسمعتها الحلوة قوي اللي بقالها 7000 يا عم خلاص. هي ناقصة ناقصة كذب وإضراط علينا، ما احنا عارفين كل الحكاية، وكل شوية يطلعوا يقولوا احنا فرعنا و7000 سنة وأنت بتضربهم لي في قلب السماعة، وما شفناش حاجة من الفراعنة دي غير اللعنة بتاعت الفراعنة. الله خلص وقول لي أعمل إيه، عايز أفكر نفسي. مفيش خطة يا تحت. مفيش خطة. طب اقفل حضرتك الله يسترك. اقفل اقفل يا عم اقفل اقفل اقفل. دي بلد وحياة المصحف الشريف، البلد دي ماشية ببركة ربنا، مش حد تاني خالص. عاوز اشرب لاتيه، مفيش حد بيبيع لاتيه هنا؟ طبعا يا فندم طبعا. اتفضل.
تستنى. بطولة مفزعة ناكرة للذات، انت أنقذت مصر. أنقذت مصر؟ طب قول لمصر بقى أنا عايز أتنكر. وعايز إيه من مصر؟ أنا مش عايز حاجة من مصر، أنا عايز أعرف مصر عايزة إيه مني. عايز أعرف مصر عايزة إيه مني. خلاص بقى. تحب توجه رسالة للسادة المسؤولين؟ أنا عايز أقول لسيادة الرئاسة إن موضوع قناة بورسعيد لازم ترجع منطقة حرة مستقرة زي زمان. عشان عايز أجيب ترنجات وكرسي. ومصر مصر ام الدنيا لازم ترجع زي زمان ايام هدى سلطان. اتوبيس اهو يا خالي. فين؟ يلا يا عم ده اطلع. دنيا زي باريسه يوم ملك وكتابه يوم عليك قلابه. وقفونا ثلاثة بثلاثة. يا خالي هادي يا خالي. وبيشهروا الهبل ده على اليوتيوب وعاملين عليها ابطال. ده انا بضرب نفسي بالجزمه اللي ما عرفتش اتفرج. يعني بقى تعدى ما تلفزناش بقى ما خلاص بقى الموضوع خلص يا اخي خالي وفرحان بيك ومنفخك يا تنفخ ايه ولا ايه يا يوملس خلاص بعدين انا ده الذوق مع الذوق ووسخ مع الوسخ بحبك يا خالي يلا يا هادي يلا يا هادي يلا اف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه يا شريف بيه وصلت له ده كانه فص ملح ودار انا مشغل معايا حريم ولا رجاله يقلبوا عليه الدنيا تمام يا شريف بيه اقفل يا غبي قوم بيه الو واضح ان معايا اتصال تليفوني ونقول الو الو حضرتك معانا في برنامج حبوا بعض هو انا حضرتك على الهوا حضرتك فعلا على الهوا طب ما حيث كده بقى انا عندي مشكله صغيره كده بسيطه عايز اقولها طب مش نتعرف على حضرتك الاول تفتح عبد الحفيظ حافظ هي دي الاسامي قول يا استاذ تفتح تفتح حضرتك قول يا استاذ تفتح ايه مشكلتك بص يا سيدي دلوقتي من كم فتره وجيزه كده وانا وقاعد راحت حصلت مكالمه نت بيني وبين فتاه تدعى اميره الله مكالمه نت ايه خلي يكونوا سامعينك وقعدت بقى تصرخ وبتاع واسمها اميره وقعدت تستنجه بيا هو ده الحب اللي بندور عليه من مكالمه تليفون قد يتولد الحب حب ايه واولاد ايه انت بتكلمني من وقت النوم
مناص قول لي انت لابس قميص نوم لونه ايه؟ بص لحضرتك انا عايزك ايه تروح واخد رقم تليفوني دلوقتي حالا وتنصره على كل ال يبقى مصر كلها تبقى عارفه الرقم ده. مهد موبايلك يا نهار اسود يا نهار اسود. عايز تسيح برقمك لمصر كلها علشان توصل لامين؟ لا يا سيدي انا عايز اوفر بس كروت الشحن عشان انا خلاص بقيت في المنص. انا خلاص هحاول الخط بتاعي ليميت. قول الرقم يا تتح. يلا اكتب بقى معايا كده كله يحضر ورقه وقلم ومرايه كده في اللذيذ. يلا اكتب 01 خلاص 01 01 خلصنا احنا 01 10 10 10 0 10. أعزائي المشاهدين آسف إن دموعي غلبتني. رقم تتح على الشاشة قدامكم هوت وحاسبكم مع أغنيتي المفضلة تترجى فيا. ابدأ بقى بكلمك بعدين. ازيك يا أميرة؟ تاخدي موزة؟ حرام عليك هتموتي كده من قلة الأكل. أميرة ما شفتيش موبايلي؟ نعم. موبايلي ما شفتيهوش؟ لا. إيه اللي أنت عملته ده يا خالي بس؟ بتديهم نمتك على الهوا؟ انت نسيت الناس اللي احنا هربانين منهم؟ ايه هادي؟ ما تقصد في الناس. انا خلاص ضميري استريح وعملت اللي عليا خلاص. بقيت مطمن ومتفائم. فسيبني بقى عندي الحاله بقى اللي انا فيها دي بقى خلاص. قابل بقى، قابل. مصر كلها تستلمنا دلوقتي. طب بص يا هادي، لو جابر الابرازي او خميس الحديدي قول لهم ان انا عندي ميتنج في الحمام جوه. قول لهم ان انت كمان السفرجي. ايوه خدام سيدي محسن بيه كده. علي صوتك شويه مش سامعك. الو الو انا مش سامع حاجه يا خالد. الو الو ايوه ايوه انا اللي كلمتك على النت، انت سامعني؟ الو يا ستي واحنا ناقصين بقى همس وغمز وقله ادب بقى. ما خلاص بقى بطلوا بقى شغل الخط الساخن ده خلاص. احنا عندنا سبب مراهق. بقى نجرب النمره اللي بعديها؟ لا خلاص يا هادي خلاص كده. يا خالد هم كلهم كام نمره خلاص؟ يا هادي خلاص بقى انا تعبت كده خلاص. الله اجمد يا خالي 2 مليون جنيه. صدق 2 مليون من بردك بتخلي واحد دماغه تلف كده بردك. اسحب الجحس اللي جايبه اسحب. اتفضل. ايوه ايوه كده خلاص. اكتب بقى اللي تحت اللي انت عملت عليها الحركه دي. اللي تحتيه على طول اوعى تغلط. ها حاضر يا خالد. خلاص 01 ايه خلاص 01 انا كذبت. حاضر خلاص اكتب 01 بقى. كذبت يا خالي خلاص بقى. انت بتتعصب عليا يا هادي خلاص؟ بتتعصب عليا؟ مش قلنا خلاص؟ ولا انت خلاص بقى؟ 01 انت قايل انا صحيح. مين؟ مين ايه ده اللي النمر اللي قدامك؟ انت تعرفه؟ يا خالد النمر ده. اه ده. الو بقول لحضرتك ايه؟ انا بتصل والعياذ بالله والله ما احفظنا بخصوص الورق. غني بلاس اسيبه. اتفضل ارتاح. شكرا شكرا خالص. تحب تشرب ايه؟ كافيه لاتيه ولا اكسبريسو ولا نسكافيه؟ ولا تحب تاكل شوكولا نوار؟ ولا اقول لك شكلناه ما حلو قوي قوي؟ ولا خد موزه او تفاحه او خد مكسرات؟ مش عايز حاجه خالص. انا مش عايز حاجه خالص. انا جاي لحضرتك على خاطر الورق. هل هديك الورق؟ خساره خساره يا ولادي كده برضه يا ولادي. ايه ده؟ اطفيها. انت بتعمل ايه؟ تعال تعال قرب. بص انت بني ادم. انت ايه؟ بني ادم. ودي ايد مش طفايه. دي ايه؟ ايد مش ايه؟ مش طفايه.
برافو برافو عليك يا حبيبي برافو. اما بتفهم بتبقى لطيف قوي. مرتي خالص. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ انت ايه؟ انا بني ادم. انت حيوان. هات المنفضه. حاضر. انت سجادة خلاص طب اقعد. ما انت تضربي بالمنظر. خلاص. ما انت تضربي بالمنظر ليه واحنا عارفين. اقعد بقى يلا اقعد. مين هياكل الحاجات دي كلها؟ اجريك نفناخ بقى عشان خاطر يقعد يتسلى فيه. انا مش عايزك تزعل مني ابدا. باردون. خلاص بدون فك مسامحك. طيب انت كنت عايز الورق. اه يا ريت صحيح. الورق انت بتنفذيني نازله فيها ضرب وتهزيق. انا هديك الورق. تعال معي. تعال. حاضر جاي. يا ست انا عايز الورقه عشان خلاص بقى. انا عايز رملص. اه عايزك بقى عشان خلاص بقى. خساره يا اولادي. خساره على سنين عمر اللي قضيتهم في تربيتكم. في 60 داهيه تعبي وشقايا وحبي وحناني عليكم. في 60 داهيه. لا. خلاص طيب. يتقطع لساني قبل ما ادعي عليهم. خلاص طيب. أنا مش عارف أنت بتتكلم عليا بس خلاص. طولنا رايح حتة من قلبي. أنا يعز عليا قوي إنهم يفضلوا قلقانين مستنيين إن أنا أموت عشان يتمتعوا بالفلوس. أنا مش عايزة أبقى عابة في طريقهم. أنا شبعت خلاص بالحياة. أنا عايزك تقول لهم أمكم بتحبكم قوي. قول لهم قلبي وربي راضي عليهم. اتفضلي يا هاني من الورق. وإذا كان على الورق. الورق اتفضل. اتشرفت قوي بمعرفتك. بصة سعيدة خالص. ارفعي. يا ست! أنت اللي زقيتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله استريحت. عاش الرابط وكبرت وكان عايزين المفطر مسنين. ولادها جم. امي مالك يا ماما؟ ايه اللي حصل يا جماعه؟ عملتوا لها ايه؟ انت السبب. انا السبب. بس. ايه؟ انت ولادها؟ ايوه احنا ولادها. ايوه يا عم ولادها. خلاص انت ولادها. عايز ايه يا عم دلوقتي؟ خلاص راح. الله يرحمها. واللي انت كنت عايزينه منها خلاص اهي. اديتكم تنازل اهو. مش هو ده التنازل اللي انت كنت بتجري وراها خاطر تموت؟ خلاص يا ماتت. خدوا بقى واتباعوا بقى بالحياه بتاعتهم وروحوا هتجيبوا حضن الضنا والام. خلاص تاني منين؟ الله يخرب بيت امك انت وهو. الواد ده هو اللي زقها ابن الكلب الوسخ. يا خالي قلت لهم على كل حاجة، على موضوع النمرة من الأول وعلى كل حاجة حصلت. بس خلاص. ايه ده وديك مستخدم. أنا عايز أنام. عايز أنام.
النمره دي ما اعرفش. ابعد ايدك. لا انت عارفه هتقولي ده كده هيخلي الرجاله دول يموتوا من السقف. ابعد ايدك يا شيف. اهدى مش كده. اسكت انت يا شيف، حرام عليك هتموت في ايديك. بقولك يا حاج تعالي معايا. ها تعالي معايا. طب انا هوريكي. ابعد ابعد عني. شيلوها ورموها من السطح. مجنونه وانتحرت. 60 داهيه. اهدى بس انت يا شريف. اسكت انت. اخبار اهرام جمهوريه. اقرا البثه البثه. قرارات اقتصاديه تهم الساده الكادحين. اللي رايح مسايف اللي جاي ليه؟ كله دايس على زور بعضه ليه؟ كل واحد فينا موقف زوره على التاني ليه؟ خلاص كله بقى في المطبخ ولا ايه؟ ايه انا يا حبيبي؟ ايه ده؟ اركب 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 اركب. يلا يا هاني يلا 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 لازم نسيب البلد دلوقتي حالا. نروح فين؟ نروح في اي حته. نروح المحطات دي ادي صبرا اي حته، بس المهم نسيب مصر. طب اهدى بس. انت عارف انت جالك مكالمه على تليفونك دلوقتي؟ ملعون ام ابو التليفونات. خلاص يا هاني بقى خلاص. انت عارف مين اللي اتكلم؟ مين؟ اميره. اميره مين؟ يا خرابي اميره يا خالي، هو في غيرها في حياتنا؟ انت طول في كده ليه يا هاني؟ يا خالي ركز معايا. كنت بكلم اميره بس فجاه الخط قطع. غالبا في حد خوفها فقفلت. حد خوفها فقفلت؟ ايه ده مين دي؟ خلاص خلاص بقى خلاص 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 ده التغيير اسمه خلاص خلاص. ايه يا مضمضيل؟ ايه يا مضمضيل اميره؟ انا طلع عين امي بقى في المكالمات اللي انا عمال اتكلم فيها دي. انت ايه كاسوسه ولا ايه؟ تاكل الكاسوسه وانا بكسب الكواسيس. انا مش هكمل مكالمات تاني خلاص. مكالمات ايه اللي بتتكلم عليها؟ مش فاهمه حاجه. رقم التليفون اللي انت مديهولي ناقص نمبر. نمرة ايه اللي ناقصه رقم؟ الرقم اللي اديتهولك ده مش رقم تليفون، ده رقم خزنه في بنك الامان. رقم خزنك في بنك الامان؟ ايه رقم خزنه بنك الامان دي؟ ارجوك ركز معايا، بعد يومين هياخدوني البنك. حاول انك تتصرف مع عمي سلطان بالتوكيل اللي انا عاملاه له. اميره 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 اميره. قفل التاني. 60 داهيه خلاص. طب قالت لك ايه؟ قالت لي معلومات كتير قوي يا هادي. ايه؟ قالت لي بنك فيه فلوس اللي هم 7 مليون وفي توكيل. وقالت لي بقيس فين بقى التوكيل ده؟ ما هو التوكيل بقى، ما احنا عايزين شغلتنا بقى ان احنا ندور عليه في كل دور. خلاص؟ ندور عليه فين؟ ندور عليه ده. نقلب الساعه تاني. 7 مليون جنيه يا هادي، نصيبنا 2 مليون. هنفتتك يا اوضه حته، هيفك التلفزيون ده. فك التلفزيون. ايه يا خالي ده بس؟ ايه ده يا هادي؟ ايه الورقه دي؟ ده التوكيل يا خالي. ايه ده بس بالسهوله دي؟ لا يا راجل خبيه وندور عليه تاني. خبيه وندور عليه تاني يا خالي بس قول خبيه زي التوكيل. مشكله. ايه يا هادي؟ دلوقتي التوكيل ده بيسمع من فكري. احنا لازم التوكيل يبقى باسمك انت عشان نستلم الفلوس. لازم البنت تعمل التوكيل باسمك مش باسمي. فتح ايه المواعيد دي؟ التوكيل اهو تعبني قوي اول ما خلصت. فكر خالص. امسك دول. يا جدع هتزعقني منك. يا جدع امسك دول اسوه. كان كده ماشي. تكريم. شغل طريقك ايه؟ معاك فل. عارفة انك هتحل. صفرة بغير عليكي. بغير عليكي خالص خالص. عايز منك 7 مليون خدلة يا حبيبي. 7 مليون جنيه يا بت؟ جرايا حسوة. انت هتسيب المبلغ ده يطير من ايدينا ولا ايه؟ يطير ده ايه؟ شايفاني ده عصافير؟ بحسن. مبروك عليك تفتح يا حبيبتي ابوك. ايه
اتفضل. حضرتك كويس؟ توكيل توكيل. ممكن البطاقة بتاعت حضرتك؟ تشرب مية؟ ايه. الموز خبرت بنت انا مش فاهم حاجه خالص. انا عملك اسود. لو سمحت يا كابتن اصل نسيت الموبايل بتاعي الخصوص نسيته في قلب الخزنه جوه. لهيت بقى اصل بعد عنك يعني كده يا رب ما تشوفها خالص. لقيت لك ملايين بقى والمظات ودولارات وعلبه صفيح. علبه صفيح لا تقدر بثمن. وخلي بالك كمان في شويه اوراق مهمين جدا يودوك ورا الشمس. تجيب اميره تاخد الورق. ما تجيبش اميره يبقى خلاص تجيب ثمنها 2 مليون جنيه، أنا متمن البنت دي ب 2 مليون جنيه، خلاص؟ خد عندك المكان اللي احنا هنتقابل فيه. المريوسية أمام الاتحادية موقعة الجمل. أنت بتهرج يا بني آدم. خد عندك العنوان ده. قابلنا عند العمارة المهجورة. هاتها! انت اسمع يا مهند، اذا كنت فاكر نفسك انك نزلت من تركيا عشان خاطر تنصب على مصر فعايز اقول لك ان مصر مش مستحمله. احنا مخلصين على بعض، كله قايم بالواجب مع التاني. انت جبت صنطة الفلوس؟ تعالى. لا 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 انت تركي يعني في علاقات قديمه بيننا وبين بعض زمان. امان يا لالي، انما دول صهاينة وانا لا اسمح بان الصهيون يخصوا بيتي وخصوصا بنياميك حنانيا. بقول لك ايه؟ انت هتجيب الورق وتخليهم يدفنوك هنا. اسمع يا مهند اسمع، انت كده جاي بتسن في قلب بيت. فك في ايه يا تفتح باشا؟ ايه الدوشه دي؟ الواحد مش عارف يستريح مع جماعته. اقدم لكم المعلم حصه جار العبيط واسرته.
ايه تفتح باشا الدوشة دي؟ تخيل يا معلم حظوة، تخيل المجرمين اللذور دول جايين يتهجموا عليا في قلب ثقتي وبيتي وسرقوا كل ما املك في قلب المكان زي ما انت شايف كده وسابوني على الرملة. ليه؟ لو احنا خرفان؟ رجالة بيك قوي يا تفتح، ما خيبتش الظن فيك، طلعت راجل راجل بحق وحقيقي. خلاص بقى، ما انا عارف ان انا راجل بحق وحقيقي خلاص. اما انت بقى يا اميره، حركه الالماس دي كانت جامده قوي قوي. خلاص يا سيدي، اهو انت دلوقتي رسمي بقيت مليونير، معاك 2 مليون جنيه. خلاص العيسه ارتاحت، خلاص تفتح جاي خلاص. ما قلتليش يا تفتح هتعمل ايه بالفلوس اللي انت خدتها دي؟ انت عارف ان انا صدق السؤال ده؟ طب نجري صنايعي والبخت ضايعي.